يا مساء الخير مشاهدي قنوات التايم سبورتس في كل مكان، ولقاء جديد يتجدد مع حضراتكم، حلقه جديده من برنامجكم ملاعب الابطال وكل ما يخص الالعاب الرياضيه المختلفه من جميع الملاعب ومن كل الصالات العالميه والافريقيه والعربيه، وبالتاكيد الاخبار والمتابعات المحليه لكل ما يدور في الرياضه المصريه. النهارده ضيف حلقتنا ضيف عمل ضجه من يومين، هو الكابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي سموحة اللي نجح في التأهل لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة بريمونتادا قوية جدا بعد ما كان متأخر في مباراة الذهاب أمام سبورتينج، عشان يقدر يعود في المباراة والعودة تكون عودة قوية ويتأهل للمباراة النهائية لمواجهة المارد الأحمر النادي الأهلي في مباراة قوية ومثيرة منتظرينها طبعا في نهائي دوري مرتبط لكرة السلة. وخلال حوارنا النهاردة هنتعرف على تفاصيل كتير عن مشوار فريق سموحة لكرة السلة في دوري مرتبط والاستعدادات للمباراة القادمة، الاستعدادات طبعا لمباراة النهائي وماذا سيدور في الكواليس والتجهيزات للنهائي، نهائي المرتبط واللي طبعا هنزيه على قنوات تايم سبورتس وهتستمتعوا بيه زي ما بتستمتعوا بكل ما هو يقدم على شاشة تايم سبورتس من الرياضات المختلفة. بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ده طبعا العرس الرياضي الكبير اللي العالم كله بينتظره، كل 4 سنين بيتم ويعلن ويفتتح هذا العرس العظيم، القمة الكبرى لأي رياضي وحلم لأي رياضي أنه يشارك في دورة الألعاب الأولمبية، ويبقى الحلم الأكبر والهدف الأكبر هو حصد ميدالية والوقوف على منصة التتويج في دورة ألعاب أولمبية، وده الإنجاز اللي مهما مرت السنين ما بيتنسيش أبدا، بدليل إننا لحد دلوقتي بنتكلم إمتى كانت أول مشاركة لمصر ومين حصد أول ميدالية في تاريخ مصر وتاريخ المشاركات الأولمبية. النهاردة هنلقي الضوء على دورة الألعاب الأولمبية باريس 24 بشكل عام، واللي هتقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل، طبعا هتقام في فرنسا في باريس. دورة الألعاب الأولمبية 2024 هتشهد المنافسة في 32 رياضة بإجمالي 329 حدث أو مسابقة. بالمناسبة أولمبياد باريس هي أول دورة في التاريخ تشهد عدد مسابقات أقل من الدورة اللي قبلها اللي كانت طوكيو، طبعا طوكيو 2020 بإجمالي حوالي 10 منافسات بالسلب أو 10 رياضات بالسلب، وده بعد ما تم إخراج رياضة الكاراتيه طبعا وتقليص عدد المسابقات في أكثر من رياضة، وأبرز الرياضات دي رفع الأثقال عدد الأوزان في رياضات كتير، بالإضافة لعدد من التعديلات في نظام مسابقات رياضة الكانوي والكاياك. طيب كتير مننا بيسأل، هي دورات الألعاب الأولمبية بيشارك فيها كام لاعب وكام دولة؟ دورات الألعاب الأولمبية بتشهد مشاركة يعني على الأقل كده 10,000 لاعب ولاعبة بشكل عام، يعني أولمبياد باريس بالتحديد هتشهد مشاركة 10,500 لاعب ولاعبة من 206 لجنة أولمبية وطنية. وبمناسبة اللجنة الأولمبية الدولية دايما يعني بترفض كلمة كم دولة بتشارك، يعني بيفضلوا يقولوا هيشارك كم لاعب من كذا لجنة أولمبية وطنية. وفي أولمبياد باريس هيشارك نحو زي ما قلنا 10,500 لاعب ولاعبة من 206 لجنة أولمبية وطنية، وده عدد كبير. وبطبيعة الحال الدورات الأولمبية بتكون مهرجان طبعا مش بطولة، حدث ضخم الكل بيتمنى أن يكون متواجد فيه، سواء لاعبين مدربين إداريين رؤساء اتحادات حتى الصحفيين والميديا، أي حد يتمنى يكون في هذا العرس اللي بيتم كل 4 سنين. وعشان حضراتكم كده تبقوا معانا في الصورة، ايه 329 حدث او ليه في 32 رياضة؟ مثلا لعبة رفع الأثقال هي
الاجمالي كده اسمها لعبه، ولكن فيها 10 منافسات، 5 اوزان رجال و5 اوزان سيدات. وفي البطولات العاديه او بطولات العالم والقاريه بيكون كل ميزان ليه 3 ميداليات، ولكن طبعا في الاولمبياد بيكون هي ميداليه واحده، ميداليه المجموع. العاب القوه نفس الحكايه، بتتكلم في 48 ايفنت، 48 منافسه تقريبا. كل الالعاب الاوزان هي اسمها لعبه مثلا زي الملاكمه او المصارعه، ولكن فيها منافسات على ميداليات كتير، لان فيها طبعا عدد اوزان معين. دي بقى اللي بنتكلم فيه. وكل لعبه بيكون فيها منافسات للرجال وزيهم للسيدات، بالاضافه طبعا لمنافسات حتى الفرق كمان. وكذا الحال في الالعاب الرياضيه المتبقيه. نبص بقى على باقي او مشاركه مصر في اولمبياد باريس ان شاء الله. الى الان تاهل من الرياضيين المصريين 70 رياضي، 70 لاعب ولاعبه، مقسمين على 12 لعبه. والتوزيع كالتالي: منتخب كره القدم هيشارك ب 18 لاعب، اللي هو منتخب طبعا كره القدم، ومنتخب كره الطايره هيشارك ب 12 لاعب، منتخب الرمايه تاهل ب 11 لاعب ولاعبه، والسباحه التوقعيه ب 8 لاعبات، بالاضافه لمقعد في السباحه حتى الان. طيب طبعا مروان القماش الوحيد اللي تاهل في السباحه او منافسات السباحه. منتخب تنس الطاوله عندنا 8 مقاعد وثلاث مقاعد للتجديف، والملاكمه عندنا 3 مقاعد، 2 رجال وبنت واحده، طبعا لاول مره في تاريخنا بنت تؤهل للاولمبياد في الملاكمه، وزيهم في الخماسي الحديث، ومقعدين في القوس والسهم، ومقعد لكل من الكانوي والكاياك لسه امبارح تقريبا اللي حسمته بطلتنا سما فاروق، والتايكوندو والمصارعه. 70 مقعد دول عدد مش نهائي، لسه في لاعبين لسه لم يتم منافسات التأهيل ليهم يعني. وإن شاء الله يكون عندنا عدد أكبر من العام السابق، وإن شاء الله في لاعبين لسه هيؤهلوا لدورة الألعاب الأولمبية. طبعا منتخب اليد أيضا منتظر التأهل إن شى الله خلال بطولة أمم أفريقيا اللي هتقام في يناير في القاهرة يناير المقبل إن شاء الله. السؤال بقى هنا واللي دايما بيسأل في يعني وجهة نظر في السؤال ده: احنا رايحين بالكتيبة دي كلها علشان ننافس على كل الميداليات؟ طيب السؤال التاني: هل مطلوب من كل المشاركين انهم يرجعوا بميدالية؟ طيب يعني ال10500 رياضي رايحين عشان يرجعوا بميداليات؟ لا، صعب طبعا، صعب. طيب سؤال تاني، يعني بنتكلم كل المشاركين في الاولمبياد رايحين عشان يجيبوا ميداليات؟ صعب. 10500 ميداليه؟ لا، مش ده العدد، يعني مش ده عدد الميداليات اصلا، ولكن هو العرس الرياضي نفسه. ولكن بنقول دايما لاي رياضي لما تكون رايح دوره العاب اولمبيه، ارجوك حط قدامك الميداليه، ارجوك حط قدامك الميداليه. اي اتحاد احنا عايزين نحط قدامنا وقدام عينينا احنا رايحين نجيب ميداليه. حاجات كتير لازم تكون هي الهدف بتاعتنا، الهدف بتاعنا مش هدف المشاركه. قلت الكلام ده كتير. في لاعب يقول لك انا نفسي اروح دوره الالعاب الاولمبيه، ممكن ما يروحش اصلا. في لاعب يقول لك انا عايز اروح اجيب ميداليه في دوره الالعاب الاولمبيه، ممكن يروح وما يجيبش. لاعب تاني يقول لك انا رايح اجيب ميداليه ذهب في الاولمبياد، ده ممكن يروح ويجيب ميداليه. في لاعب تاني يقول لك انا عايز اكون اسطوره من اساطير الالعاب الاولمبيه. هي دي الفكره، لازم نعلي الطموح، لازم نعلي الطموح. كلمة المشاركة المشرفة أو التمثيل المشرف أصبحت يعني ملغية دلوقتي من قانون أو من قاموس الرياضة المصرية. والدليل على كده إن إحنا في تقدم مستمر سواء على المستوى العالمي على المستوى الأولمبي في الرياضة عامة. والدليل على كده كمان نتائج دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. من 2004 في أثينا 2004 آخر ميدالية ذهبية حصلت عليها مصر عن طريق كرم جابر. ترجع ميداليه ذهب تاني تعود في طوكيو 2020. كام دوره اولمبيه بقى عدت من بعد اتينا 2004؟ بكين، لندن، ريو دي جانيرو، 3 دورات اولمبيه لم نحصل على ميداليه ذهبيه، وتيجي بعد كده في 2020. السبب ايه؟ السبب ان احنا اصبح عندنا تخطيط على المدى البعيد في جميع الرياضات. سبب تاني هقول لحضراتكم وحضراتكم المتابعين لكل الرياضات، اصبحت الرياضه دلوقتي الرياضه المصريه اسلوب حياه. كل بيت دلوقتي بقى عنده رياضي،
طفل بيلعب رياضه. اصبحت الرياضه مش ترفيه، الرياضه اصبحت بيزنس، شغل في العاب كتير. الرياضه اصبحت دلوقتي في الاسره المصريه هي بند او جزء لا يتجزأ من الميزانيه. يعني كل اسره دلوقتي عندها ميزانيه المصاريف بتاعت البيت وميزانيه الرياضه. ميزانيه الرياضه دلوقتي بقت زي ميزانيه التعليم كمان في بعض الاسر وبعض البيوت اللي عندها لاعبين وعلى مستوى يعني بادئين بيبقى مستواهم كويس، بيحطوا طبعا ميزانيه كبيره من لبس، من تدريب خاص، من اشتراكات انديه، من كل حاجه، من تغذيه. فاصبحت الرياضه دلوقتي بقى ولي الامر، بقى مشارك بجزء كبير في دعم الرياضه المصريه عن طريق دعم ابنه اللي هو هيبقى بطل بعد كده. فهي دي الفكره، لما تكون الرياضه اسلوب حياه اذا هتلاقي في نتائج. ده على مستوى الاسره بس، ده جزء طبعا، والاسره جزء مهم جدا في المنظومه الرياضيه. على مستوى الدوله اصبحت الرياضه امر يعني وجزء لا يتجزأ من الحياه المصريه، اصبحت امن قومي زي ما قال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصبحت الرياضه امن قومي. على مستوى القائمين على الرياضه اصبح في كوادر مصريه كبيره دلوقتي هي اللي بتدعم ده وبتقود مسيره الرياضه. الكوادر حتى اللي عندها خبره اصبحت مستشارين دلوقتي للمنظومه الرياضيه. فهي حلقه بنيه تحتيه موجوده، الدوله عملت لك بنيه تحتيه. نحن نعيش العهد الرياضي الحقيقي للرياضه المصريه، والنتائج بتقول كده على المستوى الاولمبي والمستوى القاري والمستوى العالمي كمان. فهي دي بقى المنظومه الكامله اللي تطلع لك بطل وتخلينا نسمع السلام الوطني، واللي ان شاء الله هنسمعه في باريس باذن الله. انا حاسس كده اكتر من مره قلناها قبل كده، والحمد لله ما كانتش بالصدفه، كانت عن يقين، لان كل مجتهد ليه نصيب. طيب عشان نتكلم اكتر عن دوره الالعاب الاولمبيه والباحثه المصريه في دوره الالعاب الاولمبيه الجايه باريس ان شاء الله، معانا مع حضراتكم المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه معانا على التليفون دلوقتي. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ طمنا كده على يعني المتاهلين واللي لسه جايين في الطريق ان شاء الله. والله الحمد لله، يعني احنا ماشيين في خطه كويسه، وان شاء الله كده دعوه التجهيز بتاعنا كويس جدا، وعلى منهج علمي سليم، وكل حاجه التجهيز البدني والفني والنفسي والتوعيه بالمناشطات كل حاجه كويسه. فان شاء الله احنا عندنا احنا داخلين على 80 واحد مؤهل دلوقتي، ان شاء الله على يعني نامل نوصل ل 130 135. يعني واهم حاجه ال 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 ال, 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 ال الموهبه الموجوده، واهم حاجه النتائج هنقدر نعمل فيها ايه. ان شاء الله كل حاجه مترتبه كويس، عندنا ناس واعدين في كل حاجه، وان شاء الله احنا شفنا البطولات اللي بنجيبها ما بقتش بالصدفه، الحمد لله بتشوف واحد يكسب كاس العالم، والمغرب بعدها يطلع في المركز الثاني، والمغرب بعدها في المركز الاول. فقصدي الاستدامه في 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 في, في, في في الحصول على البطولات الحمد لله وصلنا لها، دي اهم حاجه اللي فيها الثبات، يعني البطولات وبعدين الثبات على البطولات، دي حاجه كويسه جدا. واحنا شفنا الرمايه، شفنا السلاح، شفنا الخماسي، شفنا كل حاجه، وان شاء الله هنشوف كل حاجه، ومصر يعني هتقدر على كل حاجه باذن الله. طيب باشمهندس، اهم التوصيات للاتحادات قبل انطلاق دوره الالعاب الاولمبيه وكيفيه الاستعداد فيه، احنا قدامنا يعني 7 شهور تقريبا، يعني أيوة 7 شهور ونص دلوقتي. طبعا احنا عندنا اتفضل. بالنسبه لاستعدادات الاتحادات، الاتحادات دلوقتي يعني عندها طبعا ميزانيه التاهل الاولمبي او الاستعداد لدوره الالعاب الاولمبيه، وكيفيه الاستعداد بقى من الاتحادات دي، والمتوقع من الاتحادات ماذا سيحدث في اولمبياد باريس. والله اللي عايز اقول ان احنا كل المؤهلين طبعا كل واحد بيؤهل بيبقى متاهل طبقا للمواصفات اللي حاطها الاتحاد الدولي بتاعه. فالتأهيل في حد ذاته دي مرحلة كويسة جدا ان احنا نوصل لها. تمام. حتى اللي بيتأهل المرة دي وهو سنه لسه صغير وما عندوش الخبرة الكفاية، اكيد احنا عندنا التواصل 2028 وده مهم جدا يا باشمهندس. بجد طبعًا بجد طبعًا يعني طبعًا. انا دايما بنادي ان لاي يعني اللعيبة الصغيرين لما يؤهل يعني ويروح الاولمبيات، احنا مش طالبين منك نتيجة، احنا طالبين تكسر حاجز النفسي بينك وبين دورة الالعاب الاولمبية، وهنطالبك بعد كده بقى.
مظبوط طبعا ان شاء الله، طبعا ان شاء الله. الدوله الحمد لله، الدوله الحمد لله يعني ما يعني يعني دعم شديد جدا جدا. التوجيهات بتاعت القياده السياسيه طبعا على راسها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاجه يعني احنا ماشيين بيها كويس جدا، وماشيين بال 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 بالمنهج اللي احنا شايفينه قدامنا في مصر، والتنميه والتطور لمصر الجديده في كل حاجه. ان شاء الله هتبقى مصر جديده، وبناء الانسان المصري، الانسان المصري طبقا ما اللي احنا التوجيهات بتاعت فخامه الرئيس، زائد مصر الامن، الرياضه امن قومي، كل دول على بعضهم حضرتك لما يجتمعوا مع بعض مع المنظومه الرياضيه المتناغمه كامله اللي فيها الدوله والوزاره وفخامه وسعاده الوزير واللجنه الاولمبيه والاتحادات والانديه، دي كلها منظومه متكامله وكل هدفها واحد اللي هو مصر، والنتائج اللي هتيجي تيجي لمصر عشان مصر نرد لها جزء من اللي هي اديته لنا على مدى الاف السنين اللي فاتت واللي جايه باذن الله. طبعا، وبرضه انا مش عايز انسى زي ما انا قلت في البدايه، مش عايز انسى الاسره وولي الامر طبعا يا فندم، اللي اللي شال على عاتقه كتير. منظومه كامله طبعا، منظومه كامله طبعا. السؤال اللي بيطرح دايما يا باشمهندس، بان هل كل لاعب يروح دورة الألعاب الأولمبية لازم مطلوب منه ميدالية؟ يعني مثلا احنا رايحين ب 140 رياضي، مطلوب 140 ميدالية؟ في ناس كتير من الشارع بيسأل يعني. يا فندم اللي هيروحوا الدورة الأولمبية حوالي 1000، حوالي 10500 لاعب، هيجيبوا 10500 ميدالية ما أظن. طيب يعني احنا عايزين كده، وبعدين التجمع نفسه، وبعدين شكل مصر شكلها هناك ازاي، وازاي مصر متواجدة، وازاي مصر بتتعامل مع الناس، وازاي كل اللجان بتاعتنا بتتعامل هناك، ازاي اللجنة الطبية بتاعتنا لما بتروح هناك بتعمل ايه؟ يا باشمهندس. الو، ايوه سامع حضرتك، معاك. اللجان بتاعتنا مثلا، اللجنه الطبيه ما بتروح بتاعتنا هناك بتبقى على اعلى مستوى، بنوري للناس العلم بتاعنا هناك شكله ايه، وبيتناولوا برضه، بيساعدوا الناس اللي موجوده هناك. قصدي الوجود هناك والاتموسفير بتاع الدوره الاولمبيه بيرجع الواحد ويرجع الاولاد بقلب مختلف وبعزيمه مختلفه وفي كل حاجه مختلفه، وبتنعكس على مصر وعلى على كل الاعداد بتاع الانسان المصري السليم. تمام. المتوقع ان شاء الله يا باشمهندس، احنا تقريبا البعثه هتكون كام رياضي ان شاء الله متوقع كده بعد لسه يعني طبعا في تاهيل؟ هتبقى حدود 280 مثلا في الحته دي، يعني ما بين اداري وفني ومدرب، واللاعبين اللي هم في حدود 140. طيب يعني المستهدف بتاعنا هو يعني هيكون 140 لاعب تقريبا في الحدود دي، يعني هم تقريبا اللي بيخدموه المدربين قد المدربين والاجهزه الفنيه والاداريه وكده، تقريبا قد عدد اللاعبين، في كوت هم بيدوها لنا. تمام. ولها معادله معينه احنا بنلتزم بيها يعني. تمام. سؤال تاني يا باشمهندس كده، هل سنسمع السلام الوطني ان شاء الله اكثر من مره في باريس؟ ان شاء الله هنسمعه، ان شاء الله هنسمعه، واحنا بنسمعه كل يوم، هو في قلب الاولاد دي كلهم، هو في قلبنا طبعا، ولكن بتكلم على منصه التجميل الاولى، هيطلع من القلب للودن على طول ان شاء الله. ان شاء الله بميداليات ذهب ان شاء الله. طيب باذن الله. سؤال خاص بقى بالنسبه للفروسيه، طمنا كده على منتخب الفروسيه طبعا، وبطوله مصر الدوليه الحاليه ان شاء الله تقام في مصر. حضرتك احنا طبعا بطوله مصر الدوليه المؤهله لكاس العالم دي احنا عاملينها اللي يعني بقالها 3 ايام وفضل لها كمان يومين ان شاء الله. يعني احنا حتى عاملينها بالمناسبه كلنا مع فخامه الرئيس، وهي يعني جايه بالمناسبه العظيمه دي اللي ان شاء الله ربنا يوفق مصر بتواجد فخامه الرئيس دايما معانا. والمستويات بتاعتنا كانت كويسه النهارده، واحنا عاملين يعني شغل كويس. دي مؤهله لكاس العالم اللي هيبقى نهايته في السعوديه في اخر شهر مارس. تمام. وعندنا احنا التاهيل بتاعنا ان شاء الله، احنا لم نوفق في التاهيل بفريق لظروف كانت الخيل ما كانتش مظبوطه ساعتها وكده، انما احنا ان شاء الله ان شاء الله ده انا وعد ان احنا برضه هنبقى موجودين في الاولمبياد بتاهيل فردي باذن الله، وكمان ننافس على ميداليه باذن الله في التاهيل ان شاء الله. ان شاء الله. دايما يا باشمهندس الفروسيه شويه بيكون فيها مشاكل كتير بسبب الخيل، يعني ممكن لاعب يكون او فارس يكون مستواه تمام وكل حاجه، ممكن حصان في يومه غير مزاج الحصان ممكن يعني بيادي عمرو لا بيادي زي ما بيقولوا. فدايما الفروسيه دي بنبقى حاطين ايدينا على قلبنا بسبب الخيل. انما طبعا انا بقول ان حتى الفروسيه دي رياضه خاصه جدا وغاليه جدا جدا، بس الدوله طبعا الحمد لله يعني لم تقصر معانا في اي حاجه، وبتدينا وبناخد الدعم الكافي وزياده
وزياده طبقا لقدرات الدوله وكده، واحنا مقدرين الكلام ده، وان شاء الله نقدر نرجع حاجه من اللي احنا بناخدها من الدوله باذن الله. ان شاء الله. كلمه اخيره كده لاولادنا ان شاء الله المتجهين الى باريس في شهر 7 القادم ان شاء الله. ان شاء الله كده كلكم على قلب رجل واحد وعلى قلب مصر وعلى مصر، ونشيدنا في صدرنا كده، وهنسمعه منكم مره واثنين وثلاثه واربعه، والعزيمه المصريه اللي موجوده والعقيده المصريه الموجوده دايما بتكسب في السلم وفي الحرب وفي كل حاجه. فان شاء الله احنا منصورين باذن الله باذن الله تعالى. باذن الله. بشكرك جدا مهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، بشكرك جدا على المداخله. و مهندس هشام بيقول ان شاء الله نسمع السلام الوطني مره واثنين وثلاثه واربعه، هل ده وعد باربع ميداليات ذهب؟ كلام ممكن يكون بين السطور كده، ونتمنى يا رب يا رب ان شاء الله ونسمع السلام الوطني يعني خمس مرات. اتمنى تكون دوره باريس دي هي الدوره الاستثنائيه للرياضه المصريه ان شاء الله باذن الله. سؤال حلقتنا النهارده، الاهلي ام سموحه، من ترشح للفوز بدوري المرتبط؟ سؤال جميل. شوف كده ردود حضراتكم. سامح علي بيقول الفريق اللي عنده البوب ايهاب امين، والجندي البطل عمرو الجندي طبعا، والجندي البطل عمرو الجندي تحت قياده الداهية اوجستي لن يفرط في البطوله، دوري المرتبط اهلاوي. ده سامح علي. زياد احمد بيقول مساء الخير، مساء الفل عليك يا كابتن ابراهيم، من وجهه نظري الشخصيه ارشح سموحه للفوز باللقب. كده اهلي وسموحه. مازن عاشور بيقول الاهلي. دي طبعا اخر رد معانا او تغريده. بالتوفيق للافضل ان شاء الله، الافضل هو اللي يفوز ونستمتع بكره السله المصريه. فريق سموحه طبعا عنده فريق مرتبط قوي جدا، من الفرق القويه جدا، واللي تقريبا ما خسرتش حاجه في الدوري لحد دلوقتي بالنسبه ليه مرتبط. فهنشوف منافسه قويه ما بين الاهلي وسموحه في النهائي. في الاخر المتعه للجمهور والمجد للابطال. كل حلقه بيكون معانا اسطوره رياضيه كتبت تاريخ في مسيرتها الرياضيه. اسطوره حلقتنا النهارده براندن هانسن، لاعب السباحه الامريكي صاحب التاريخ الكبير والمسيره المميزه من الانجازات. تعالوا نتعرف اكتر على رحلته ونرجع تاني. تفاصيل كتير في حلقة النهاردة، تعالوا نبدأ بالعناوين. للمرة 27 الشرقية بطل إفريقيا للهوكي. تعديل موعد قمة كرة اليد بين الأهلي والزمالك. اتحاد اليد يعلن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للسيدات. وائل بدر ومحمد سليم يقودان منتخب السلة في البطولة العربية. سبورتينج يستضيف بطولة افريقيا لسيدات السلة ديسمبر المقبل. مصر تستضيف بطولة إفريقيا للشراع المؤهلة لأولمبياد باريس. مصر تفوز بالبطولة العربية للدراجات بأربعة وأربعين ميدالية. منتخب الجودو يستأنف معسكره استعدادا لبطولة الجائزة الكبرى. كولورادو يتغلب على مينيسوتا في دوري هوكي الجليد الأمريكي.
شيكاغو يفوز على تورونتو في دوري هوكي الجليد الأمريكي. موناكو يهزم باسكونيا في الدوري الأوروبي لكرة السلة. دي كانت العناوين، فاصل قصير ونعود للتفاصيل. نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. توج فريق هوكي الشرقية بالبطولة الإفريقية الهندية بعد الفوز على ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4-2 في نهائي البطولة التي اختتمت اليوم بملاوي. تألق كبير حققه فريق هوكي الشرقية الذي فاز ببطولة الأندية الإفريقية للمرة 27 في تاريخه من أصل 33 بطولة، وبذلك يتصدر عرش اللعبة بالقارة السمراء. بتلك الأرقام يحقق الشرقية الرقم القياسي. أقيمت البطولة بنظام المجموعة الواحدة من دور واحد، وتمكن فريق الشرقية من تحقيق المركز الأول بالمجموعة برصيد 16 نقطة، فيما احتل الفريق الكيني المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ليلتقي الفريقين في النهائي. طبعا الشرقية والهوكي والخيل، دايما محافظة الشرقية بتمتعنا برياضة الخيل ورياضة الهوكي. نروح لأخبار كرة السلة. الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة أعلن النهاردة رسميا عن تولي الثنائي وائل بدر ومحمد سليم المسؤولية الفنية للمنتخب الأول لكرة السلة في البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها في مصر في شهر ديسمبر المقبل بعد رحيل المدير الفني الكندي روي راما. اتحاد كرة السلة أعلن النهاردة عن أن الثنائي وائل بدر ومحمد سليم اللي كانوا طبعا في الجهاز الفني المعاون لروي راما مستمرين وهيقودوا الفريق أو المنتخب فنيا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي في الفترة القادمة. معنى كده أن الثنائي مستمرين في مع المدير الفني الأجنبي كمان اللي هيتم التعاقد معاه بعد البطولة العربية للمنتخبات اللي بنتمنى كل التوفيق فيها لمنتخبنا الوطني. اتحاد كرة السلة خلال اجتماعه أصدر عدة قرارات، أهمها المشاركة بالمنتخب الأولمبي في بطولة الصين الدولية في الصيف القادم، وقرر أيضا المشاركة في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات بالإقامة في الشارقة في الإمارات في فبراير القادم 2024 مع منتخب السيدات. طيب كل التمنيات بالتوفيق، بنتمنى التوفيق طبعا للجهاز الفني المصري الحاوي وائل بدر والكابتن محمد سليم ان شاء الله ربنا يوفقهم في البطوله العربيه ونتمنى ان شاء الله اللقب. كان اتحاد كره السله اعلن عن مواعيد مباريات نهائي دوري المرتبط لكره السله اللي هيجمع الاهلي بسموحه، وتم تحديد موعد مباراه الذهاب يوم 6 ديسمبر وموعد مباراه العوده يوم 8 ديسمبر القادم، واللقاءين هيقاموا على صاله الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر، ولقاءين المركز الثالث والرابع بين سبورتنج والاتحاد هيقاموا في اسكندرية يوم 5 و7 ديسمبر. الاهلي كان تأهل للنهائي دوري مرتبط على حساب الاتحاد السكندري بعد ما كسب مباراتين المرتبط، وفي الرجال خسر الذهاب وكسب مباراة الاياب اللي كانت يوم الخميس الماضي. كالعادة كاميرا ملعب الابطال كانت موجودة في مباراة الاهلي والاتحاد السكندري. تعالوا نشوف اللقاءات ونرجع تاني. الحمد لله رب العالمين، يعني مكسب كبير، مكسب مهم. النهاردة كسبنا الحمد لله، فرقة حاربت على المكسب أكتر. أكيد رجوع الكوتش برضو بيفرق معانا،
اكيد الجمهور النهارده لما شجع، سيبك بقى من كل اللي انا قلته اللي فات ده، هم السبب الاولاني والاخير، هم تشجيعهم ده اللي كسبنا النهارده. رغم ان اتاخرنا 12 و13 بونت، لكن فضلوا مسندنا، الحمد لله رجعنا بالمكسب. بشكرهم جدا، بقول لهم دايما محتاجينكم في ظهرنا. الحمد لله ربنا كرمنا، خسرنا اول ماتش كنا مركزين، كنا خسرين طول الماتش، كنا مركزين اخر لحظه، الحمد لله ربنا كرمنا بالماتش. قالنا ما حدش يخرج عن تركيز طول الماتش، كسبانين خسرانين نلعب لاخر دقيقه، وده اللي احنا عملناه، عشان كده وصلنا للاخر وكسبنا الحمد لله الماتش. من 10 ايام تقريبا توقف هنتمرن، وربنا ان شاء الله يكرمنا في النهائي. الحمد لله الماتش كان صعب جدا، يمكن كنا خسرين فرق 12 قدرنا نعوض. الفرقه دي فيها نجوم كبيره قوي، الناس كتير ممكن تكون بتتكلم على لعيبه او اثنين بس، ده جيل ذهبي، عمرو الجندي، عمر طارق، مصطفى كيزو محترف، الناس انتقدته كتير، تقريبا كان 7 ثلاثيات او 20 بوينت في ماتش الزمالك. بنشكر الجماهير اللي دايما ورانا في الخساره قبل المكسب، وان شاء الله نقدر نفرحهم في النهايه قدام سموحه. طبعا يمكن ماتشات الاتحاد دايما صعبه، فرقه كبيره، يمكن مدرب كبير محترف بتاعهم كويس جدا، انس اسامه من احسن اللعيبه في مصر ويمكن في افريقيا، فرقه كويسه جدا. بس الحمد لله ان اللعيبه رجاله ومسكت في بعض، ودي فرقه بطولات، ودايما فرقه البطولات بيبان معدنها في الماتشات اللي زي دي. ماسكين في بعض لحد الاخر وفضلنا مع بعض، وقدرنا، كنا خسرانين في الاول يعني ما فقدناش الامل، وقدرنا نرجع ونكسب الحمد لله. ان احنا نفضل مع بعض، نفضل مع بعض، نلعب مع بعض، ما نخسرش بعض، الغلطات عملنا غلطات خلاص ننسى ونركز في اللي جاي. هو الفاينل ان شاء الله مع سموحه، فرقه قويه جدا والمرتبط بتاعهم قوي، زي ما بنستعد لاي ماتش يعني، هنذاكرهم وان شاء الله نقدر ان احنا نكسب بطوله ان شاء الله. سموحه كمان كان تاهل للمباراه النهائيه بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي، وكاميرا ملعب الابطال كانت موجوده. تعالوا نشوف اللقاءات ونرجع تاني. مباراة صعبة جدا يعني، احنا خسرنا الماتش الاولاني، اخترنا الطريق الصعب اللي احنا لازم نكسب النهارده، بس الحمد لله يعني كنا قدها، ما همناش ان الطريق صعب او سهل، الحمد لله لعبنا مع بعض اكتر من الجيم اللي فات بكتير. الجيم اللي فات كنا يعني لحد ما كان كل واحد بيلعب لوحده، فكانت الخطه النهارده ان احنا كلنا نلعب مع بعض، نكمل خطه كابتن تامر للاخر. الحمد لله الحمد لله بفضل الله، كرم ربنا وتعبنا وشقانا. احنا يمكن اول فرقه في الدوري بدات تدريب ونتمرن في اليوم يمكن من فترتين لثلاثه من غير راحه ولا ايام راحه ولا بنحسب عدد ساعات تمريننا كام، بنسعى وبنتعب، والحمد لله دي النتيجه الطبيعيه لان ربنا فعلا عدل وادانا حقنا في الاخر الحمد لله. العامل النفسي كان اهم عامل، ان احنا نكسر الخساره اللي فاتت، وان احنا نمتص التنشن من بعضينا وندي الثقه لبعض اكتر، ونلعب يمكن لعبنا اكتر على المحترف النهارده، راجل لعب يوروب ليج سنين كتير، اعتمدنا عليه بصوره اكبر، كلنا لعبنا من غير ستريس، ولحد الهجمه للاخر الحمد لله ربنا كرمنا في الاخر. والحمد لله طبعا اللعيبه كلها قدمت مجهود يعني اكتر من رائع، اللعيبه قاعده معسكر مغلق، لعبنا 2 ماتشين في 3 ايام، اللعيبه كلها مجهده وكلنا محملين، لاعبين ماتش وقت اضافي، محدش قصر، كل الناس عملت اللي عليها، الجهاز الفني والجهاز الطبي، اللعيبه يعني كلها ادت على اجمل وجه. احب اشكر كل زمايلي وكل الناس، ويعني الحمد لله، وكل المجهود اللي انا بتكلم مع حضرتك معاه ده ترجم بالمكسب الحمد لله. بكده خلصت تفاصيل اخبار العابنا الجماعيه، هنروح نتعرف على تفاصيل اخبار العابنا الفرديه. نروح لأخبار الدراجات. توج منتخب مصر بلقب البطولة العربية للدراجات المضمار، والتي أقيمت منافساتها يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، واحتل منتخب مصر صدارة جدول ميداليات البطولة العربية برصيد 44 ميدالية متنوعة.
بواقع 22 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و8 ميداليات برونزية، وحصد المنتخب الإماراتي المركز الثاني في البطولة برصيد 30 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و10 فضيات و12 برونزية، وجاء منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 24 ميدالية متنوعة، خمس ذهبيات سبع فضيات 12 برونزية، في محل منتخب الجزائر بالمركز الرابع برصيد 16 ميدالية متنوعة، اربع ذهبيات سبع فضيات وخمس برونزيات. وكالعادة كاميرا ملاعب الأبطال كانت موجودة، تعالوا نشوف اللقاءات ونرجع تاني. دي تاني اللي هي بطولة تراك، والنهاردة ثلاثة ذهب واحدة فضة، وبتأهل لبطولة العالم في 2025. البطولة المرة دي كويسة جدا، والمنافسة عالية جدا جدا جدا، ان اغلب الدول بدأت تشارك في المضمار، وبدأ المنافسة تبقى عالية ما بين الولاد والبنات. يعني امبارح حققت اربع ميداليات، تالت تاني، والنهاردة حققت تاني وتالت. بصوا احنا كل واحد فرد فينا يعني او كل لاعب فينا حقق ميداليات، مفيش حد محققش. يعني احنا واخدين المركز الاولى كلها في الجونيور البنات. للأمانة كل الدول ما شاء الله يعني كانت منافسه ومستويات جدا زينه. كاول مشاركه بعد عوده لبطوله المضمار، للامانه الحمد لله راضين كل الرضا عن ادائنا اللي قاعدين نقدمه بمنافسه اخواننا الاشقاء. حاليا نشوف نفسنا للامانه جدا ممتازين، محتاجين بعض الامور البسيطه ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله اساس نحسن من ادائنا. اول شيء حاب اشكر كابتن عبد الله سويدان والتنظيم، ما قصروا معانا، والحمد لله طلعنا برونزيه في السباق الفردي، والحمد لله. حاب اشكر كابتن عبد الله مثل ما قلت لكم ونادي ابو ظبي، واول شيء من خير الخيري وشكرا. والله 10 من 10، ما قصروا معانا الجماعه، التنظيم كان حلو، الاوقات الحمد لله ما طلعنا بوايد مشاكل، و 100% اعطيها 10 من 10. والله تنظيم ممتاز، ويعني اوكي افضل، يعني افضل تنظيم شفته انا صراحة. اشوف يعني كل اللي موجودين منافسين اقوياء، بس يعني اللي اشوف الاكثر موجود من كل الفئات يعني الامارات ومصر. لسه مع البطولة العربية للدراجات، تعالوا نشوف بعض اللقاءات مع مجموعة من المسؤولين ونرجع تاني. البطولة العربية دي مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن هو الخط الأول بعد البطولات المحلية. يعني زي ما أنت عارف بطولات محلية في مصر، وبعدين بطولات عربية، وبعدين بطولات أفريقية قارية، وبعدين بطولات العالم. فإحنا الحمد لله حريصين على إن إحنا ننظم هذه البطولات باستمرار. يمكن من ساعة ما عملنا المضمار ادى لنا يعني بريورتيز، اولوية في ان احنا ننظم البطولات، لان هو المضمار الوحيد، ما زال المضمار الوحيد الاوفيشال اللي هو الرسمي، يعني اللي تنطبق عليه كل القواعد الدولية في رياضة المضمار. فعشان كده كل البطولات بتتعمل عندنا، سواء بقى زي ما قلنا عربية سواء قارية، وحتى كمان لسه احنا منظمين قريب بطولة العالم للناشئين متنظمة في مصر، يعني كانت حاجة حلوة جدا، وهم أشادوا بهذا التنظيم. يعني احنا نعتبر الحمد لله في الأورجانيزيشن أو التنظيم، احنا يعني نعتبر من الدول الـ الأولانية، مش على مستوى مصر بس ولا على مستوى القارة، والله يعني على مستوى العالم. يعني احنا كمان وأنا بالذات مهتم جدا بالموضوع الرياضة النسائية والبنات، لأن بيعملوا طفرات لما بيحطوا، دي حقيقة شفتها. يعني انت شفت عندنا ابتسام يعني بدأت ازاي واصلة النهاردة المستوى عالمي ودولي، حاجة مشرفة جدا جدا. برضو البنات الصغيرين اللي طالعين واخدين نفس الخط، واخدين نفس الروح، واحنا مدعمينهم جدا. ان احنا لازم نطلع اجيال جديدة يعني تحقق لمصر يعني شكل مشرف على مستوى العالمي ان شاء الله. البطولة بكل معاييرها وبكل مقاييسها هي بطولة ناجحة وتقييم عالي جدا، وهذا مش مستغرب على مصر. الأخوة في الاتحاد المصري برئاسة سعادة الدكتور محمد وجيه عزام يعملون جاهدين على انجاح دائما الأحداث العربية والرياضية،
استضافوا من قبل بطولة العالم للشباب وبطولة العالم أيضا للكبار وأيضا البطولات بطولة أفريقيا. إذا هذه البطولة البطولات العربية قياسا على العدد المشارك تعتبر بسيطة إلى حد ما، لكنها الحمد لله هي مهمة جدا. اليوم احنا كعرب نكون موجودين على أرض مصر اللي تجمعنا دائما، والرياضة بشكل خاص هي من أهم عناصر جمع ولم شمل الشباب العربي. بيت الجزائرية متواجدة هنا في بالأرض المصرية الشقيقة منذ 4 أيام. الحمد لله كلش كان على ما يرام، ومام مستوى البطولة كان لاباس به. مستوى البطولة كان خاصة الإخوة الإماراتيين السعوديين المصريين، كانت منافسة شريفة والحمد لله، وما تلقينا حتى صعوبات. البطولة العربية للمضمار الـ12 بتقام في جمهورية مصر العربية هنا على استاد القاهرة الدولي. البطولة بتقام على يومين، هي كانت مضغوطة شوية، أنا لعبناها على يومين. كان الوضع صعب للاعبين لان غالبا البطولات دي بتتلعب في 4 أو 5 أيام، لكن ضغطنا البطوله يومين لظروف طبعا الفرق وارتباطاتهم، لكن الحمد لله تنظيم ممتاز، لان احنا نظمنا قبل كده بطوله العالم للشباب 21، ونظمنا كاس العالم للكبار في السنه دي في 23. دول اعلى بطولات في العالم، فبالنسبه لنا البطولات العربيه من جهه التنظيم طبعا بالنسبه لنا حاجات سهله وحاجات بسيطه خالص لقدرات مصر والكفاءات الموجوده في مصر. اما بالنسبه للنتائج الحمد لله احنا متصدرين البطوله باكتساح بمجموع الميداليات الذهبيه. لغايه امبارح احنا فارقين عن اللي ورانا، يعني مصر عن المركز الثاني 10 ميداليات فارق، والنهارده ما شاء الله محققين ميداليات كتير. كده خلصت تفاصيل ألعابنا الفردية، هنروح نتعرف على تفاصيل الألعاب العالمية. تغلب فريق كلورادو أفلانش على نظيره مينيسوتا وايلد بنتيجة 3-2 في إطار منافسات دوري هوكي الجليد الأمريكي. انتهى الشوط الأول بتقدم. بكده تكون خلصت تفاصيل أخبار حلقتنا النهاردة. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيف حلقتنا النهاردة الكابتن تامر مصطفى المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي سموحة المتأهل لنهائي دوري المرتبط رجال لكرة السلة. انتظرونا بعد الفاصل وكواليس ومدى الاستعداد لمواجهة الأهلي مع الكابتن تامر مصطفى بعد الفاصل. لعبة العمالقة، لعبة كرة السلة، نجد النقاط والمهارات وعلى الخطوط أيضا نجد الخطط والحركات. النهاردة معايا واحد من ملوك الخطوط في كرة السلة، كابتن تامر مصطفى المدير الفني لنادي سموحة لكرة السلة. كابتن تامر برحب بيك الأول وبقول لك مبروك النتيجة الهائلة اللي انت عملتها. اهلا بك يا استاذ ابراهيم، انا برحب بحضرتك الاول ومشكر جدا على التقديمه الحلوه دي، وانا مبسوط ان انا معاك ومبسوط ان انا في ملعب الابطال، ده شرف ليا وانا مبسوط ان انا موجود الحمد لله. لاول مره في تاريخ سموحه صعود للنهائي في دوري مرتبط.
اول مره فعلا. شعور ايه بقى؟ والله الحمد لله، يعني هو فضل من ربنا كبير الحمد لله. يعني انا على المستوى الشخصي مبسوط جدا طبعا، طبعا على مستوى الاداره الناس مبسوطين، على مستوى اعضاء نادي سموحه وجماهير نادي سموحه الناس مبسوطه جدا. ده انجاز ما حصلش قبل كده، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ونكمل على خير ان شاء الله. تمام، خلينا نبدا كده بالمرتبط، فريق صغير، فريق مرتبط سموحه فريق عالي قوي ان شاء الله. يعني تقريبا ما خسروش حاجه في الدوري المرتبط لحد دلوقتي، ما خسروش ولا ماتش، و كانوا نقطه فارقه معاك طبعا مع الفريق الاول مع المرتبط، هم اكيد طبعا فكانت كانوا نقطه فارقه كبيره مع الفريق ككل بقى، مع المرتبط ككل. يعني والله احنا الجيل اللي احنا جيل المرتبط هو جيلين، هو جيل 2006 و2007، والجيلين دول ممتازين جدا في النادي، والسنه دي هم موجودين مع بعض، سواء الجيل ده او الجيل ده حققوا يعني تاني جمهوريه او تالت جمهوريه او الجمهوريه. جيل ممتاز جدا جدا، في منهم كتير منتخب مصر تقريبا 5 لعيبه، وطول الوقت يعني عين المنتخب على الولاد دول، خامات كويسه جدا، لعيبه عندها يعني عندها احساس ان هي عندها ثقه كبيره جدا بنفسها، واثقين في نفسهم. لا جيل متميز، وجيل فعلا يعني جيل بطل، وده ساعدنا طبعا. طبعا ساعدنا كتير، ولسه ان شاء الله متوسمين فيهم خير في الفاينل ان شاء الله، يساعدونا ان شاء الله. تمام، الفريق الاول يا كابتن السكه ما كانتش، كانت في الاول الدنيا كانت عقربت شويه صح؟ لا ده هي عقربت كتير. بس اللي كان فاصل او النقطه الفارقه مع الفريق الاول كان ماتش الجزيره على ما اعتقد. والله بالظبط. هو ماتش الجزيرة ده بالظبط هو الماتش اللي خلانا نروح ان احنا نبقى اول مجموعة. تمام، وده كان التارجت بتاعنا من الاول ان احنا ناخد اول مجموعة عشان نبعد عن سكة تقريبا الاتحاد في دور الثمانية. والحمد لله قدرنا ان احنا نقدر نلم الامور بسرعة بعد خسارة اول ماتش الظهور، دي كانت بالنسبة لنا مفاجأة. بس قدرنا الحمد لله ان احنا نتغلب عليها وقدرنا نكسب ماتش الجزيرة الحمد لله. حلو. نيجي بقى للماتش الاهم، يعني ماتش اللي يعني حصل عليه ضجه بصراحه. خساره في لقاء الذهاب كان كم نتيجه تقريبا 79 كان. هو يعني انا مش فاكر النتيجه بالظبط، انا فاكر ان هو يعني تقريبا فرق 20 بونت يعني. تقريبا. كانت طبعا فرق كبير وجاب كبير، كل الناس قالت خلاص يعني الامور حسمت للسبورتنج. يعني والله يا استاذ كابتن ابراهيم انا كان ليا وجهه نظر ثانيه، هو الموضوع ما كانش حسم ولا حاجه، بس انا لقيت ان اليوم ده فعلا كان يعني داي اوف للفرقه كلها. الفرقه مش موجوده. الفرقه كلها مش موجوده، بلعب شوطين ونص الفرقه مش موجوده. يعني احنا فرقه بنمتاز ان احنا يعني شوترات وبنقدر نشوط كويس ونشوط من بره كويس، فلقيت الناس كلها مش موجوده خلاص، الناس يعني مش في حالتها لا البدنيه ولا الذهنيه. وطبعا المحترف اللي عندي كمان دخل في مشاده مع الحكام مع نرفزه مع لعيبه تانية في نادي سبورتنج، فلقيته برده خارج الخدمه. فلا وانا في الجيم كده قلت خلاص يبقى احنا عندنا جيم بعد بكره. مش هعافر كتير، لان كان ممكن اطلع النتيجه باحسن من كده بكتير، وكان ممكن ان احنا نأدي بافضل من كده بكتير، بس انا فضلت ان انا خلاص انا عندي جيم بعد بكره، يبقى خلاص هو النهارده مش يومنا، داي اوف، ناخد خطوه لورا ونبقى جاهزين للجيم الجاي على الاقل بدنيا وفنيا. ودي ده فكر ممتاز بصراحه، يعني بدل ما اهلك الدنيا خلاص الموضوع. هو الموضوع كان باين خالص يعني. ان هو الولاد فعلا لا مش موافقين مش يومهم خالص يعني. طيب بس الماتش الثاني، وطبعا فريق مرتبط كسب الماتشين مع سبورتنج. الحمد تمام لله. انا خسران الماتش الاول في الفريق الاول في الذهاب، لو خسرت الماتش الثاني خلاص مفيش تعادل، لان يعني طبعا ترجح كفه الفريق الاول بالظبط عشان برضه الساده المشاهد يكون معانا. يعني الماتش الثاني كوارتر اول متاخر، كوارتر ثاني متاخر، كوارتر ثالث متاخر بقى. صح، بدات بالزبط. الكوارتر الرابع الدنيا تتقلب، بدا هنا بقى التكه، ايه اللي حصل؟ عملت ايه؟ احنا كنا قاعدين بصراحه الموضوع ما كانش يعني، احنا كنا قاعدين خلاص مستنيين ماتش الاهلي والاتحاد. فجاه تعادل. وقت اضافي. والله انا يعني الحمد لله انا راهنت ان انا كنت متمسك جدا بالجيم،
وحاولت طول الوقت ان انا احفز الولاد ان هم لا اصروا وامسكوا في الجيم والامور ان شاء الله هتبقى في صالحنا. والحمد لله العامل البدني فرق معانا زي ما قلت لحضرتك ان انا في الجيم الاولاني حاولت اريح الناس تمام. فهو ده فرق معايا وفرق معايا بالذات في المحترف. الولد بدا في الاخر ان هو يعني انا عملت الـ 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 كل الالعاب اللي عندي بحيث ان انا اوصل الكوره للمحترف في النهايه وهو يقدر يسوق الفرقه ان احنا نكسب ان شاء الله. غير توفيق كذا حد معايا كمان قدرنا الحمد لله ان احنا نعمل كومباك ونعمل الليد كمان يعني كان فضل يعني وتوفيق من ربنا يعني. انت معاك جهاز فني محترم جدا كابتن مؤمن ابو العنين صح؟ مؤمن ابو العنين واسامه شوقي بس هو اسامه شوقي في كان في اجازه في امريكا هو راجع يعني. وده اللي بنتكلم فيه التيم ورك عشان انجح عمل وخصوصا لما اكون مزنوق قوي وقت سنقه لازم في حد بيقول لك اهدى في حد بيشدك شويه يقول لك كتير كتير بيقولوا لي صح كتير بيقولوا لي لا كلمني على الكواليس بقى بتاعت الماتش ده بالذات. والله هي يعني طبعا هي الموضوع عندي كان صعب جدا ان انا بعد يوم يعني هلعب ماتش بعد بكره وكنت طالع من خساره تقيله فكان العامل النفسي ده اهم حاجه بالنسبه لي فده اللي انا كنت بشتغل عليه تمام. فقدرت ان انا بقدم كان انا والجهاز الفني اللي معايا ومعايا كمان معد نفسي كابتن عمرو الصباغ قدرنا ان احنا نتكلم مع الولاد وان احنا نحاول نطلعهم اللي هم فيه نديهم ثقه في نفسهم ونرجعهم تاني على الطريق المظبوط يعني. هو ده كان بالنسبه لي اهم حاجه. فحاولت ان انا يوم الماتش بالذات ما دخلوش الاوض غير لما عملت معاهم اجتماع كويس وتاني يوم اجتماع الصبح وتمرين التمرين اشتغلنا على فرقه سبورتنج وتاني يوم الصبح اللي هو يوم ليله الجيب اخدتهم وكان بالنسبه لي قعدنا مع بعض قعده كده بعيدا عن الباسكت بعيدا عن اي حاجه احنا بنتكلم وبندردش بحاول اطلع الولاد من المود ده وارجع لهم ثقتهم في نفسهم تاني وده الحمد لله يعني حصل يعني حلو. بس فهو ده كان بالنسبه لي ده اهم حاجه في القصه ان الولاد يرجعوا تاني عندهم ثقه في نفسهم وثقه في المكسب وان هم يقدروا ان هم يعني قادرين ان هم يوصلوا للفاينل ان شاء الله. حلو قوي. طيب خلينا نروح لراندي راند المحترف. في بعض الانديه تجيب محترف سكورر هو جاي يجيب لي سكور وفي انديه بتجيب محترف يمشي الفرقه شغل الفرقه زي ما بنقول في الباسكت. راندي انا شايف ان هو ماسك الحتتين شويه بيقدر يشغل الفرقه تمام بيقدر يجيب سكور تمام بيقدر يعمل يعني زي ما بقول يعني روتيشن فرقه بعينيه كمان بيشغل الفرقه بعينيه حلو قوي. لا انا اقول لحضرتك بقى الحكايه بتاعت راندي دي من الاول عايزينها من الاول بقى من الاول بقى. انا راندي اول محترف اتفرجت عليه اول محترف اتفرجت عليه عشان محتاج محترف فانت محتاج عايز محتاج محترف وقلت الايجنت انا محتاج المحترف محتاج بلاي ميكر تمام ومحتاج مواصفاته زي ما حضرتك قلت كده بالظبط لعيب سكورر لعيب يقود الفرقه لان انا عندي فرقه كويسه وعندي ولاد صغيرين محتاجين ليدر محتاجين قائد في الملعب بجانب ان هو يعمل سكور حلو ان هو يجيب سكور. فاول محترف انا شفته هو راندي عجبني جدا واتفرجت عليه كتير وماتشات كتير بس كانت عندي مشكله هو مش عايز يلعب في الميدل ايست وهو فضلت تقريبا بتاع شهرين ونص اتفرج على محترفين وكل شويه اكلمه راندي ايه الاخبار لا هو ما بيردش مش عايز يجي هو مستني راندي ايه الاخبار لا ما بيردش لحد ما جيت في الاخر انا خلاص هتعاقد مع حد لقيته بيكلمني والله راندي قال لك ان انا موافق وان انا اجي وبتاع. انا كانت وجهه نظري زي ما حضرتك قلت كده وانا قلت ان انا محتاج لعيب ليدر فهو الولد ما شاء الله اولا يعني التزام في التمرين عالي جدا بيتمرن بشكل قوي جدا ما فيش تمرين صبح وبعد الظهر ما بيجيهوش وده نادر ما بتلاقي محترف بالشكل ده. محتاج المحترف اللي هو يقوم لي بالدور ده ويبقى الليدر. فهو طبعا انا اقول لحضرتك ان هو الولد ده من سنه يعني يعتبر مش كبير قوي بس هو يعني ناضج ان هو 34 سنه تمام
هو سي في عالي جدا، يمكن من اعلى سيفيات اللي جت مصر. ولعب في اوروبا، لعب في اوروبا كتير جدا، وخد احسن لاعب في الدوري سنتين ثلاثه، ولف كتير جدا في ايطاليا وفرنسا وروسيا. لا لا، سي في محترم جدا 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 يعني. تمام. بس انت بتقول لي عندك ولاد صغيرين في الفريق او لعيبه صغيرين، متوسط الاعمار تقريبا كام في الفريق؟ يعني انا متوسط الاعمار تقريبا ممكن تقول يعني انا عندي 2 او 3 بس فوق ال 30 سنه. وبقيه الناس بقى يعني عندي عندي نور وعندي شهاب 21 سنه او 22 سنه، عندي مازل عزازي من اللعيبه المهمه جدا عند الفرقه 24 سنه، عندي فوده 28 سنه، عماره 30، ابراهيم 33، مازل مصري، كل الاعمار، احمد خانك اللي انا جايبه ده عنده 21 سنه او 22 سنه لسه ولد صغير جدا وخامه كويسه. حلو قوي. مدعم كتير بالولاد الصغيرين من تحت، مطلع ولاد كتير كويسين. لا متوسط الاعمار عندي صغيره الحمد لله، يعني ممكن نقول 24. حلو قوي. ده جري، ده جري اي فريق اعماره السنه كبيره حتى مهما كانت الخبره، وخصوصا في وقت صعب. بالظبط. صح. هو لو حضرتك لاحظت ان انا بقى يعني بحاول انا فلسفتي ان انا ادوس على الحته دي شويه، ان انا فرقتي صغيره فتلاقيني طول الجيم بلعب بريستات. تمام. لان انا فرقتي صغيره ودايس معاها وبعمل روتيشن كتير عشان خاطر ان انا احافظ لاخر وقت على ان اللعيبه تبقى جاهزه في الاوقات الصعبه يعني في الاخيره دي. تمام. حصل موقف كده وكان ممكن تفهم غلط، مش عارف ولا ايه، مع الكابتن اشرف توفيق. هو اتفهم غلط فعلا. اتفهم غلط صح. يعني يا ريت لو الشباب يجيبوا لنا كده السلام اللي كان في الاخر، وما كانش الدنيا يعني ما ساعه شده ممكن الامور ما حدش خد باله في حاجه، حد فهم غلط بس رجعوا تاني. لا هو يعني هو زي ما حضرتك قلت كده، هو اتفهم غلط. طبعا كابتن اشرف توفيق ده مدربي ويعني غني عن التعريف، وبالنسبه لي لسه هقول لك فيعني يعني قيمه وقامه كبيره جدا طبعًا. وانا على المستوى الشخصي انا بكن له كل احترام، هو اول واحد دخلني منتخب مصر يعني، وخدني معاه الاهلي، ولما رجع سموحه كان كنت معاه، فانا بحترمه جدا وبقدره على المستوى الشخصي وعلاقتي بيه طيبه جدا. غير بقى المستوى الفني، هو طبعا مدرب كبير جدا وغني عن التعريف يعني. هو جيت انا بعد ما خلصت الجيم، طبعا اول حاجه ان انا اروح اسلم على الكابتن اشرف، فرحت سلمت عليه وسلمت على الكابتن احمد منير، وبعد كده فانا بقى بسيبته فبشاور بس كده للولاد بالبنش بتاع سبورتنج يعني، ما سلمتش شاورت عليه كده وبتاع. فهو الكابتن اشرف كان بيلف ففكر ان انا بشوح يعني. فلقيته جاي ورايا، انت بتشوح لي تعالى هنا مش عارف انت تقول ايه. انا بشاور والله غصب عني. فهو تدارك يعني ان الموضوع يعني لا يعني، فهو الراجل يعني جميل يعني. لا لا هو الموضوع كان فعلا يعني كان في يعني فكنت لازم برضه حتى الباشمهندس فرج سالني عن الموقف ده، ناس كتير كلمتك صح؟ بالظبط. لا لا خلاص احنا وضحنا الموضوع. لا لا مفيش اي مشكله خالص، مش اي حاجه. وطبعا بالعكس كابتن يعني. اشرف توفيق زي ما الكابتن تامر بيقول يعني كان مدرب كابتن تامر. طبعا. ودايما الرياضه يعني بتجمعنا دايما في الخير حتى مهما حصلت مشاكل يعني. صح؟ بالظبط بالظبط، دي اهم حاجه. بالظبط. طيب هناخد فاصل وهنرجع بقى لاهم نقطه، ماتش الاهلي اللي جاي ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع مع الكابتن تامر مصطفى. رجعنا تاني وكابتن تامر مصطفى. كابتن قبل كده ما نتكلم بقى عن استعدادك للماتشين الجايين مع الاهلي، انت بادئ تدريب بقالك فتره صغيره. انا لما عرفت الرقم انا استغربت بصراحه يعني، 3 سنين اكيد ما بداتش في فريق اول. هي دي السنه الثالثه. دي السنه الثالثه كمان. دي السنه الثالثه. هنقول عمر تدريبي سنتين. سنتين. صح. بالظبط. واكيد ما بداتش بفريق اول يعني. لا لا ما بداتش بفريق اول، بدات فريق ال 20 سنه. تمام. والحمد لله اول سنه تدريب ليا مع ال 20 سنه خدت بطوله الجمهوريه. حلو قوي. وتاني سنه خدت يعني كنت بنافس على بطوله الجمهوريه وسوى السكور افريج خدت تالت. طب في مخاطره من مجلس الاداره وفي انتقادات وجهت لمجلس الاداره لاختيارك للفريق الاول. والله ده يعني دي حاجه تحسب للباشمهندس فرج عامر. انا اوضح حاجه الاول. باشمهندس فرج عامر طبعا من الناس اللي يعني عشاق للرياضه وخصوصا كره السله يعني. انا بتكلم في مدرب عمره في الملاعب، انت لسه مبطل قريب. عمره في الملاعب سنتين مع فرقه 20 سنه، وبعد كده اخد مخاطره ان انا اخليه مدرب للفريق الاول اللي هينافس بعد كده في دوري ودوري مرتبط،
انا لو شخص عادي لا انا هنتقد اقول له لا اه بس كنت قدها والله. انا زي ما بقول لحضرتك دي تحسب الباشمهندس فرج عبد تمام لان هو يعني كمان اللي حضرتك ما تعرفوش ان فريق سموحه السنه اللي فاتت كانت واخده رابع الدوري اه فالباشمهندس فرج انا لقيته فاجئني ان هو يعرفني كويس وعارفني وتاريخي عارف ان انا بلعب كويس يعني من ايام اللعب ويعرفني كويس جدا. لقيته بيكلمني في التليفون الصبح وقال لي يا تامر انا يعني شايف ان انت تمسك الدرجه الاولى. كانت بالنسبه لي مفاجاه ان هو يقول لي حاجه زي كده وهو يحملني مش بس ان انا ابقى مدير فني ان انا ابقى رئيس الجهاز تمام. فطبعا انا يعني طبعا اتفاجئت بمكالمته قال لي انت قدها لقيته بيقول لي انت قدها قلت له يا باشمهندس ان شاء الله يعني ان شاء الله ما احرجك. فهو الراجل في الوقت ده تلقى كميه انتقادات غير طبيعيه طبعا وكميه تليفونات غير طبيعيه طبعا وناس كتير جدا جدا انتقدت وناس كتير جدا قالت له لا وناس كتير جدا قالت له لا لسه بدري على تامر وبتاع. وهو الراجل هو يعني كان عنده يعني انا حتى لما كان بيتكلم معايا كان عنده ثقه ويقين يعني انا كنت بستغربه. فهو يعني صاحب الفضل الاول بعد ربنا الباشمهندس فرج عامر هو اللي كان عايز يعني هو اخذ الخطوه دي هو اللي كان عنده الباس كده. وطبعا جت مباركه بقى الباشمهندس ايمن جابر والباشمهندس احمد حسن وسياده اللواء احمد سعيد واستاذ محمد رجب اللي هم اعضاء مجلس الاداره. وانا بقول يعني الباشمهندس فرج عامر رهانك تمام ورهنت على حصان الكسبان فعلا بصراحه لحد دلوقتي. طبعا الوصول النهائي كانجاز اول مره في تاريخ نادي سموحه هيحسب لك. لا وانا اقول لحضرتك كمان يعني يعني انا لازم ادي الباشمهندس فرج عامر حقه لانه هو الراجل ده واقف جنبي بشكل مش طبيعي. يعني انا بعد اول ماتش اخسر من يعني فرقه اخر فرقه في الدوري الظهور من الظهور وطبعا نفس السيناريو تاني تليفونات كتيره وانتقادات كتيره ومش عارف ايه فطبعا لازم يحصل. يعني انا كنت ذات نفسي انا اتهزيت تمام بس انا اتلقيت مكالمه منه الصبح يعني كلها ثقه وكلها يعني بيشد من ازري ان انا لا كمل واحنا معاك وانا واثق فيك وانت هتبقى كويس. فهو الراجل ده بصراحه يعني هو اسطوره في حاجات كتير جدا يعني فانا يعني بشكره جدا واتمنى ان انا ابقى عند حسن ظنه وان انا اكمل وان نادي سموحه يكمل في طريق كويس ان شاء الله. بصراحه يعني تحسب له باشمهندس فرج عامر تحسب له بصراحه الثقه العاليه وانت رفعت راسه برضه يا كابتن الحمد لله. هنروح بقى للاهم الاهم بقى الاهم والاخطر ان انا العب نهائي دوري مرتبط وهلعب مع النادي الاهلي. النادي الاهلي المدجج ب يعني كتيبه لاعبين على مستوى عالي مدرب اسباني اثبت نفسه في مصر سواء مع الاهلي او مع الزمالك. مش عارف اقول لك هتعمل ايه هتعمل ايه تعالى اتكلم بصراحه. ماتش هيبقى صعب ماتش مش سهل ولو قلنا لا انا هعمل لا ماتش سهل مش صعب مش هقول لك قول اسرار ولا كواليس ولكن ايه اللي هيتعمل على وجه عام وعلى وجه خاص. بص حضرتك ماتش الاهلي ده يعني ليه يعني هو الفاينل عامه ليه حسابات ثانيه مختلفه. لو جينا نتكلم هو الماتش اللي شقين في حاجه بس قبل اقطع كلامك دايما مباراه النهائي تكسب ولا تلعب بالظبط. يعني انا بعيدا عن المكسب تمام او الخساره انا ترتيبي للجيم احنا عندنا شقين اللي هو المرتبط الفريقين شبه ايكوال ولاد كويسين جدا هنا وكويسين جدا هنا. مرتبط الاهلي قوي ومرتبط سموحه قوي يعني هم الفريقين وهم الفريقين يعني فعلا ما خسروش مظبوط والاثنين يعني فيهم ولاد كتير كويسين وهم قوام منتخب مصر فده ماتش قوي جدا فيعني ده شق. وطبعا هو بيشتغل فيه كابتن مؤمن ابو العينين واحنا معاه وان شاء الله ربنا يوفقه ويكسب ان شاء الله ان شاء الله. هنيجي بقى للدرجه الاولى انا ما بشتغلش زياده عن اللي انا بشتغله طول السنه تمام. انا طول السنه نفس تمريني وبحاول بقدر الامكان ان انا ادي الثقه للولاد اللي عندي في نفسهم وان انا اعلي من سقف طموحهم انهم يوصلوا لمنصه التتويج دي حاجه. طبعا انا عارف فريق الاهلي كويس جدا هو فريق الاهلي قوته ممكن تكون انديفيدوال اكتر من انه فريق جماعي.
لان هو عندهم يعني مجموعه من اللعيبه اللي هم يعني خبرات عاليه جدا. لعيبه فعلا يعني اذا كان في النادي الاهلي او في منتخب مصر فهم لعيبه مؤثرين جدا ويقدروا يحولوا نتيجه الجيم في اي وقت يعني. طبعا القياده الفنيه النادي الاهلي غني عن التعريف يعني مستر اوجستي وكابتن احمد الجرحي ناس طبعا يعني كويسين جدا وبتاع. انا يهمني قبل النادي الاهلي انا هبقى شكلي عامل ازاي وانا حالتي انا عامله ازاي بعيدا عن ترتيبات النادي الاهلي. مهم ان انا فرقتي تبقى في الحاله البدنيه جاهزه والحاجه الفنيه جاهزه للقاء ده، وحساباتنا احنا كجهاز فني مش هتبقى بعيده خالص عن الحسابات اللي احنا بنعملها في ماتشات كتير. بس انا هعتمد في الشكل الاول عن في الشكل الاول والاخير عن يعني ان انا فريق صغير وهو ده اللي انا لازم العب عليه. فريق اعماره السنيه صغيره، اعماره السنيه صغيره ولازم ان ده هتسرع الملعب يعني هتسرع الملعب لحد كبير. احاول بالشكل ده بس واحاول طبعا ان الامور ما يعني هو تحت الباسكت عندهم في ميس ماتش لان عندهم اطوال وعندهم خبرات تحت سواء عمر طارق سواء كيزو سواء مروان سرحان لعيبه خبرات جدا تحت الباسكت يعني هم سواء تحت او فوق هم كويسين ما شاء الله يعني. اخبار الخمسات عندك ايه طيب؟ والله انا عندي الارتكاز يعني عشان لعيبه الارتكاز عندي يعني عندي ناس كويسه ما شاء الله وكويسين وبنامل يعني من يعني في ودا ويونس وعندي احمد هشام سوداني لعيب خبره وعندي خنكه وعندي مازن المصري وعندي ولد صغير اسمه نور لعيبه مجتهده تنقصها الخبرات وعندهم اصرار انهم يعملوا حاجه يعني. فان شاء الله الموضوع هقول لحضرتك حاجه انا كل اللي انا بامله في الموضوع ده كله لا مكسب ولا خساره انا عايز ماتش يليق بنهائي دوري المرتبط ده كلام جميل. فريق سموحه مش فريق سهل وسميه فريق سموحه بيطمح ان هو ياخد الدوري والاهلي تاريخ كبير ارجو ان الموضوع يطلع بالشكل ده يعني ان مين يكسب مين يخسر المهم يعني نقدم يعني وجبه سلويه كده محترمه الناس تبقى نقدم نفسنا احنا كفريق سموحه للناس بشكل كويس وفي النهايه النتيجه دي بتاعت ربنا. انا طبعا مش هدخل معاك في تفاصيل فنيه دي امور فنيه طبعا ديت امور فنيه سريه بتاعتك مش هينفع ان انا نخوض فيها اكتر يعني ما انا قلت يعني انت قلت بعض الحاجات كده يعني في الملعب بقى حاجه ثانيه يعني الجزء النفسي هيكون اهم من الجزء الفني في الماتش ده؟ والله انا دايما بحط العامل النفسي ده مهم جدا لان انا السنه دي عملت حاجه في يعني في الجهاز عندي ان انا جبت معد نفسي حلو قوي جبت الفريق من اول السنه معد نفسي كويس قوي كابتن عمرو صباغ هو كان لاعب باسكت قبل كده وابن كابتن طارق الصباغ يعني صباغ طبعا كده. طبعا ومن ضمن الجهاز بتاعي برضو كابتن ماهر متخصص في الاعداد طول القامه يعني تمام فهو الاعداد النفسي ده انا بحاول بعمل بيه جزء كبير ان انا بحاول انقل خبرتي في ماتشات الفاينل دي اهم من ده كله ان انا ازرع في الولاد حته ان انت تلعب عشان تكسب مش بعيده ليه لا ما تاخدش بطوله يعني يعني الموضوع في ايدك بس يعني حاول انت قدر الامكان تدي الفرقه اللي قدامك احترامها ويبقى عندك ثقه في نفسك وتطمح ان انت تاخد البطوله بس هو ده الاعداد النفسي اللي انا هعمله للولاد. يعني كلام جميل واحترم وبشكرك جدا والله بجد كابتن تامر مصطفى ربنا يخليك وبالتوفيق ربنا يخليك ونتمنى نشوف نهائي حلو ونستمتع بيه احنا كجمهور بعيدا عن مين اللي فائز مع احترامي يعني طبعا بالظبط طبعا احنا الفكره بالظبط الفكره احنا عايزين الرياضه للمتعه والرياضه للتسليه والرياضه للروح الحلوه اللي بنشوفها في الملعب دايما كره السله الاسكندرانيه بالتحديد بتمتعنا طبعا صح طبعا طبعا والطرف في النهائي اسكندراني هو المفروض ان المربع الذهبي اصلا فيه ثلاث فرق من اسكندريه ثلاث فرق من اسكندريه ثلاث فرق من اسكندريه سبورتنج والاتحاد السكندري شكرا جدا كابتن تامر ربنا يخليك انا متشكر جدا وسعيد بحضرتك وسعيد باللقاء ده ومبسوط ان انا جيت لك هنا وده شرف كبير ليا ده شرف لي وارجو ان اكون يعني كنت ضيف خفيف عليكم لا انت قلت كل حاجه كابتن خلاص قلت كل حاجه وجوزك لو سمعنا هيعمل خطته عليك دلوقتي حبيبي يا كابتن بشكرك جدا ربنا يخليك جد متشكر يا كابتن كل الساده المشاهدين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.